على الاثنين ما يطلعوا تعالوا نشوف هنعمل طبق شرب طبق سلطه ازاي مع بعض، سلطه البنجر بالخس. استاذتنا المخرجه نطلع بسلطه البنجر مع الخس. حاضر يا فندم، نشوف السلطه الجميله الحلوه، خس بلدي وبنجر مع زيت زيتون. حلو الكلام. وايه كمان يا شيف؟ وعصير ليمون. بس مش هحط حاجه تانية خالص بصراحه، وهنضف المطبخ بتاعي. المقادير على الشاشه مع بعض. اللهم صل على النبي. خس، وايه تاني يا عم الشيف؟ وبنجر. يا سلام، والله العظيم انت بنت حلال، والله العظيم بنت حلال. رش الميه ايه؟ عداوه، ولكن مع بعض رش الميه نظافه. نسمع كلام الكبير بتاعه ونطلع فاصل صغير. او اهدافها زياده الحرق في الجسم زي الشاي الاخضر كده. لما انا باجي اقول للمريض خد شاي اخضر عشان تزود الميتابوليزم او تزود الحرق، انت منك بتدير وتزود الحرق اللي في الجسم وبتقلل من الشحوم الموجوده، اذا كانت شحوم بروتينيه عاليه الكثافه او قليله الكثافه. طب يا دكتور احمد، بعد اذن حضرتك واقفه بس، القرفه بالنسبه لمرضى السكر او مرضى الضغط، بما ان القرفه مفيده للقلب، هل في مشاكل؟ لا مش فاهم. ده انت سالت سؤال جميل جدا. ده قرفه حلوه جدا لمرضى الضغط ومرضى السكر. هو ده اللي عايزين نعرفه. انا دلوقتي لما باجي يا جماعه بزود الحرق، لما انا اكمل كلامي، انا كده بقلل نسبه الدهون، يبقى بقلل الدهون اللي حوالين الشرايين، يبقى بقلل الضغط. حلو. يبقى بقلل الضغط، اللي بيزود الضغط الدهون. وتاني حاجة، أنا ما بقلل الدهون يا شيف أحمد، يبقى أنا كده بحافظ على الشخص اللي قدامي من دخول في اللي هو يصاب بإيه؟ بالسكري درجة تانية. حلو. يبقى انا كده بقلل الضغط، بقلل السكري درجه تانية، واخد بالك؟ يبقى بحمي الانسان اللي قدامي من ايه؟ من موضوع السمنه اللي هي بتعمل له ايه؟ موضوع الضغط والسكري. طب يا دكتور احمد، بعد اذن حضرتك، طبعا الكلام مع حضرتك ما يتشبعش منه، لان واضح ان حضرتك بتدينا معلومات مهمه جدا والحديث شيق مع حضرتك. فانا بالنيابه عن الساده المشاهدين بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا، وعزمك على الحمام ده، ايه رايك؟ لا ده طبعا، ده انا ما اقدرش افوته يعني. حبيبي انا عارف انت حبيبي يا دكتور احمد. كل سنه وانت طيب. بشكرك جدا. كل سنه وانت طيب. صحه وسلامه والساده الجمهور طيبين. اشكرك يا دكتور احمد. الله يخليك يا شيخ. اشكر طبعا صديقي وحبيبي الدكتور احمد سعيد، استشاري التغذيه العلاجيه والسمنه. الله اكبر. شفنا السلطه بتاعتنا بسرعه كده عشان وقتنا خلص، عندنا حمام في الفرن هنطلعه. انا هطلعه دلوقتي. الجدع ده يقول لي بقى ايه؟ اي حد من اللي بيشوف دلوقتي يقول لي ده مش حمام. الصلاه على النبي كده دلوقتي. عصير ليمون. حلو الكلام. شوية زيت زيتون وخلص الكلام. دي سلطة البنجر، ما تحطلهاش أي حاجة تانية خالص. البنجر فيه السكريات. هنحط شوية ملح صغيرين كده عشان يفصل الطعم ويديني إيه. شايفين الحمام بيصاصي والله في الفرن، هطلعه دلوقتي. حاضر. لا عينيا عينيا، ما تزعلنيش أنت حبيبتي طبعا يا أستاذة كريستين. ما ينفعش، لازم أطلع الحمام بعد مغرف السلطة الجميلة الحلوة دي كده للسادة المشاهدين، عشان نشوف سلطة البنجر مع الخس ايه جمالها، اللون الحلو ده كده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على السلطة. هشيل حاضر الكسرلة دلوقتي، الازاز هنضرب انا. ابراهيم بيقول لي ارفع الكسرلة دي يا شيف، خلينا نطلع الصورة حلوة. اهو حاضر يا عم ابراهيم. اهو اللهم صل على النبي. شايفين السلطة الجميلة الحلوة دي كده؟ زي الفل، خلصت السلطة. تعال نشوف الحمام بتاعنا بسرعة. اللهم صل على النبي. حاضر حاضر يا استاذه، والله العظيم هنعمل كل حاجه، اصبروا عليا بس. ادي السلطه مع حضراتكم، وادي الشوربه الجميله اللي انا بحبها، شوربه القرع العسل اللي ما سبناهوش في حاله، عملناه بالبشاميل، عملناه جراتان، عملناه كل حاجه حلوه. تعالوا نطلع الحمام مع بعض. حمام، ده حمام، حد عنده اعتراض؟ كان هو من شويه فرخه.